الحمد لله. يمكن النهارده حضرتك الختام بتاع الورش العمل. احنا النهارده خامس يوم عملنا برنامج قوي ليهم صراحه. كنا موفقين في اختيار الزيارات المناسبه عشان خاطر يعرفوا احنا امكانياتنا ايه وعندنا ايه وهنمشي الفتره الجايه على ايه. فهم مبهورين. وحتى في كل اي حد بيطلع يقول كلمه او بيتكلم عن وجهه نظره بيقول لك زي ما شفنا في مصر زي ما شفنا في مصر. انا قاعد مبسوط بصراحه. فالحمد لله. يعني عندنا الفتره اللي جايه تحديات كبيره. انا والتيم بتاعي في تطوير اللاعبين في المنتخبات في حتى الكره النسائيه عندنا تطوير وعندنا اهداف ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحققها. انا بقالي 3 شهور في ملفات كتيره وكبيره ومش سهله وفي افكار وفكر لازم يتغير. عشان تبتدي تغير بتاخد وقت وبتاخد صعوبات في اللي انت تقنع وفي اللي انت تنفذ. وانت ماشي مثلا بقالك فتره طويله على حاجه معينه عشان تيجي تغير مش بسهوله فهمني يعني. فعندي عندي شغل كتير لكن احنا عاملين استراتيجيه كبيره عشان نبقى عارفين هنعمل ايه الفتره دي فيها ايه الفتره دي فيها ايه هنعمل ايه. عندي حاجات كتيره ملفات كتيره مهتمين بيها. يمكن المشروع بتاع تي دي اس بتاع الاتحاد الدولي مهتمين بجد ان احنا نكتشف مواهب ونشتغل معاها ونطلع مواهب كويسه. عندي منتخبات عندي مسابقات نقدر نغير من شكل المسابقه شويه نقدر نخلي اللعيبه الناشئين والبراعم يلعبوا اكبر عدد المباريات بفكر تاني. فلا المهمه مش سهله يعني. هم طبعا الاهلي والزمالك عندهم بالنسبه حدا راجل يقول لك انا زملكاوي وراجل يقول لك انا اهلاوي في افريقيا. فانا حبيت اوريهم مدارس جديده. يعني هم انبهروا بان الفرقتين دول زد بقاله 4 سنين ده الموسم السيزون الرابع ودرايد الدين بقالهم 2 سنين. فلما عرضنا الايفنت ولا البرزنتيشن بتاع زد انبهروا. وديتهم النادي عملنا مباراه بالاثنين شافوا مستوى اللعيبه شافوا الامكانيات شافوا الاستقبال. طبعا كانوا جايبين بقى خلفيات قويه جدا. انا فوجئت وانا قاعد جايبين كل حاجه على زد على في على الستش هنا في على الشاشه بالانجازات اللي عملوها بالدورات اللي بيعملوها. وحتى قال لك كابتن نبيل هو اللي عمل زد وشايف. انا كنت حريص ان انا اوريهم مدارس كواليتي مختلف كواليتي مختلف عن الانديه الجماهيريه. وهم انبهروا طبعا لما شافوا ان ايه الامكانيات دي ايه الفكر ده ايه مستوى اللعيبه ده. فكله بيدور احنا بقالنا 48 ساعة بنتكلم على زد وبنتكلم على راد دريم بيعملوا ايه والافكار. حتى لك حتى المدرستين طبعا مبهرين لكن ده حاجة وده حاجة تمام. فالحمد لله خرجنا بصورة مش مشرفة لا مبهرة. وكان اختياراتنا موفقة حتى في الزيارات وكان في التزام. احنا يمكن يوميا من 7:30 لغاية 6 بالليل وبعد كده بقى إذا كنا نروح زيارات هنا أو هنا أو هنا. ورشة عمل ورشة عمل فعلا يعني ناس محترمة جدا بجد نفسهم يساعدوا مصر. يمكن أنا قعدت مع مستر راؤول اللي هو بتاع الكاف مش بتاع الفيفا واتفقنا على إن هيبقى فيه تطوير في موضوع الرخص بتاعت المدربين. وطلبت اللي يخش محاضرين جدد بحيث ان احنا نجدد شويه محتوى الدوره ويبقى في ليفل اعلى شويه في المحتوى. المدرب يخش فعلا يبقى مبسوط وسعيد وهو خارج بان هو خد وجبه دسمه. ممنوع تاخد اي حاجه الا ما يكون في تكنيكال دايركتور تمام. بدا يعملوا الاتفاقيه مع الاتحاد من 1.5 سنة. اول دوره عملوها بالنظام الجديد بقى بعدد الساعات العمل بعدد ساعات النظري العملي كانت بتتاخد في ساعات قليله. وصلت ل 240 ساعه وصلت ل 280 ساعه على 6 شهور كل شهر اسبوع تمام. فبدات تعمل دوره واحده فقط لا غير من بعد الاتفاقيه اللي هي كانت السنه اللي فاتت 2023 عشان تاخد دوره ثانيه. دي كانت خلي بالك دوره استثنائيه برغم ما كانش في مدير فني للاتحاد.
عشان تاخد دورة تانية او تاخد من الاي للبرو لازم تقعد 3 سنين، من السي للبي سنة، من البي للاي سنتين، من الاي للبرو 3 سنين. فانت النهاردة عملت دورة واحدة ايه؟ لما ما برضوش يتسلموا الرخص او الشهادات بتاعتهم الا لما انا اجيت في شهر فبراير، تمام؟ فقال لك لا مش هنعمل برضو دورات الا لما. فالمدربين متعطلين بامانة، في مدربين عندهم طموحات وعايزين يسافروا ويشتغلوا هنا ويشتغلوا هنا ويتطور من نفسه، فهو مش لاقي، هم معذورين صراحة يعني، فهم مش لاقيين، فبالتالي هم يسافروا بتكلفة أعلى كتير جدا طبعا كأقامة وكتيكت. احنا عملنا ابتدينا اوريدي في واحدة ايه، واخد كونفيرم على 2A كمان لآخر السنة، واخد على 4C، واخد كونفيرم على 4B، وكلمت معهم على المسار السريع اللي هي اللعيبة الدولية اللي هي مواصفات معينة اللي هي لعبة دوري عام ودولي او احترفت وبتاع، بياخدوا السي وبي مع بعض في عدد ساعات معينة. ده دورنا كاتحاد اللي احنا نطور مدربين، يعني انا حريص كل الحرص على ان المدربين بتوع مصر يبقى فعلا زي زمان، يعني منتشرين جدا في الدول وبشغالين. في ناس جات لي احنا هيمشونا، احنا ما خدناش الايه وهيمشونا، وفي ناس اقل منهم واخدين الايه وبيقعدوا هم كمديرين فنيين وهم بيقعدوا كمدرب عام، تمام؟ فليه احنا نقف قدام مصلحه؟ فابتدينا مش كده. الدوره اللي فاتت كنت حريص ان ادخل مجموعه من الناس اللي هي كانت شغاله بره والناس موجوده، وان شاء الله الباقي على الدورتين الجايين ان شاء الله يعني.